أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مرحبا بكم أعزائي الطلبة، استكمالا لحديثنا في الوحدة السادسة، الوحدة الأخيرة من الكتاب المقرر، وقد وصلنا إلى مسألة حقوق الإنسان في الإسلام. في الآونة الأخيرة ازداد الحديث عن حقوق الإنسان فيها يعني في العالم كله، لا سيما في العصر الحديث، وكثرت الدعوات إلى حماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها، وتوج ذلك بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 ميلادي. والحقيقة أن الإسلام يا كرام قرر حقوق الإنسان وأرسى حرياته العامة قبل هذا الميثاق الذي صدر عن الأمم المتحدة، بل وميز الإنسان عن سائر المخلوقات. ونبين هذه الحقوق التي منحها الإسلام للإنسان وسبق بها كافة المواثيق الدولية والدساتير والأنظمة العالمية من خلال الأمور التالية. بداية، الإسلام كرم الإنسان كإنسان مسلما كان أم غير مسلم، فالإنسان بجنسه مكرم لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن مظاهر هذا التكريم الإلهي للإنسان أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة ونفخ فيه من روحه، مصداقا لقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وكما ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله أن الله تبارك وتعالى أشاع نعمة الخلق بين خلائق كثيرة، أي خلق خلقا كثيرا ومخلوقات كثيرة، فأخرج هذه المخلوقات من العدم وأظهرها إلى الوجود، إلا أن آدم عليه السلام من بين سائر هذه المخلوقات مميز في هذا الإظهار. وهذا التميز من خلال أن الله سبحانه وتعالى سواه ونفخ فيه من روحه، فبذلك الإنسان مميز عن سائر المخلوقات مع أنه يشترك معها في الخلقة. أيضا من مظاهر تكريم الله عز وجل للإنسان أنه أسجد له الملائكة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وهنا أيضا الشيخ الغزالي رحمه الله له لفتة طيبة في تفسير هذه الآية، فيبين أن الملائكة عليهم السلام عندما طولبوا بالسجود لآدم بعدما تم تكوينه وعوقب من رفض السجود بالطرد من رحمة الله وهو إبليس، وهذا فيه دلالة على أن الاستهانة بالإنسان هي عند الله تبارك وتعالى عصيان وخيم العاقبة. أيضا من مظاهر تكريم الله عز وجل للإنسان أنه استخلفه في الأرض وسخر له سائر المخلوقات لكي ينتفع منها، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وفي باب التسخير يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أي جعل
هذه المخلوقات وهذه القوانين التي أودعها الله تعالى في هذا الكون مسخرة مذللة ميسرة كي ينتفع بها الإنسان ويعيش ويحيا من خلالها عيشة طيبة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كذلك من مظاهر تكريم الله عز وجل للإنسان أنه ميزه عن سائر المخلوقات بالعقل والإرادة وحرية الاختيار. وهذا في الحقيقة يا كرام هذا المظهر من أهم مظاهر تكريم الله عز وجل للإنسان، فقد منح الله تعالى الإنسان حرية الاختيار وفضله بذلك على سائر المخلوقات بهذا العقل وهذه الإرادة، إلى حد أن الإنسان قد يختار ويسلك الطريق الذي يضاد ويعاكس فطرته، فهو المخلوق الوحيد الذي يمكن أن يعمل على خلاف فطرته وطبيعته. والملفت للنظر أن أول تطبيق عملي لهذه الحرية حرية الاختيار لدى الإنسان كان عصيان هذا الإنسان لمن وهبه هذه الحرية وميزه بها، وذلك يوم أن أكل آدم عليه السلام وزوجه من الشجرة التي نهاهما الله تعالى أن يأكلا منها، وذلك ليبين الله تعالى لنا ما ميزنا به من حرية الاختيار في أصرخ صورة ممكنة. وهكذا يا كرام نجد أن الإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة سامية ويرفعه مكانة لم يرفعه إليها أحد، فلم تبلغ النظرة إلى الإنسان هذا الحد في أي ميثاق أو نظام دولي أو أي إعلان لحقوق الإنسان. الأخوة الإنسانية والمساواة البشرية، لقد أعلن الإسلام مبدأ الأخوة الإنسانية والمساواة بين البشر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأصل الإنسان واحد لا يتميز إنسان على آخر على أساس مثلا العرق أو اللون أو الإقليم أو البلد أو اللغة أو غير ذلك. وهنا لفتة طيبة للأستاذ الندوي حيث بين أن الإنسان موزع بين قبائل وأمم وطبقات، هذا موجود في كل العالم في الماضي وفي الحاضر، هؤلاء الناس موزعون بين قبائل وأمم وطبقات بعضها دون بعض وقوميات ضيقة، وقد كان في الماضي لا سيما في الماضي كان التفاوت بين هذه الطبقات تفاوتا هائلا ولا زال بعضه حتى اليوم كالتفاوت بين الإنسان والحيوان وبين الحر والعبد وبين العبد والمعبود، ولم تكن هناك فكرة عن الوحدة والمساواة إطلاقا إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرون طويلة من الصمت المطبق والظلام السائد وأعلن ذاك الإعلان الثائر المدهش للعقول الذي قلب الأوضاع كلها، مصرحا عليه الصلاة والسلام بقوله أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى. وبذلك يا كرام هذا الإعلان يتضمن في الحقيقة إعلانين هما الدعامتان اللتان يقوم عليهما الأمن والسلام في العالم، وعليهما قام السلام في كل زمان ومكان أيام لما كان الإسلام دولته، وهما أي هاتان الدعامتان هما وحدة الربوبية ووحدة البشرية. فالإنسان أخو الإنسان مرتين، مرة وهي الأساس بطبيعة الحال أن الرب جل في علاه واحد، ربنا جميعا واحد، ومرة ثانية أن أبانا وأمنا أيضا أبانا واحد وأمنا واحدة آدم وحواء عليهم السلام. والله تعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب لجميع الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهكذا يا كرام نجد أن الإسلام سبق الإعلان العالمي
في المادتين الأولى والثانية، حيث جاء فيهما النص على أن أصل الإنسان من حيث الخلقة ومتساوي مع أخوه أو مع أخيه الإنسان. فجاء في المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن الناس جميعا يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء. وكما جاء أيضا في المادة الثانية التي ترونها أمامكم، فالإسلام سبق هذا الميثاق وغيره في إعلان هاتين الدعامتين بين الناس، وهما المساواة في الأصل، أن الناس جميعا متساوين، وأنهم كلهم يعني يعودون لأب واحد، ومن حق كل إنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة والتي يعني اكتسبها من وقت أن خلقه الله تبارك وتعالى. كذلك يا كرام، كفل الإسلام للإنسان حقه في الحياة والسلامة واحترام خصوصياته، فدعا الإسلام إلى الحفاظ على حياة الناس، وعد الاعتداء على هذه الحياة من أكبر الكبائر والجرائم، وأن ذلك اعتداء على النفس، على البشرية كلها، حيث قال سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كذلك يا كرام، دعا الإسلام إلى سلامة شخص الإنسان وحرم الاعتداء عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كذلك دعا الإسلام يا كرام إلى احترام خصوصيات الإنسان في مسكنه وأسرته وشرفه، فحرم التجسس، وحرم تتبع العورات أو اقتحام البيوت أو دخولها دون إذن من أصحابها، وحرم الظن السيء، وحرم قذف الناس واتهامهم في أعراضهم. وهكذا نجد أن الإسلام سبق الإعلان العالمي مرة أخرى في هذه الحقوق التي منحها للإنسان في المادة الثالثة والمادة رقم 12، حيث نصت المادة الثالثة على حق الإنسان في الحياة والحرية وسلامة شخصه، والمادة الثانية عشرة نصت على عدم جواز انتهاك خصوصيات الإنسان في مسكنه وأسرته وشرفه. كذلك يا كرام، كثر الإسلام للإنسان حقوقه القضائية، وأهم تلك الحقوق المساواة أمام القانون. يقول عليه الصلاة والسلام في نهاية حديثه: وأيما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة للمسلمين في زمانه عزل رضي الله عنه أحد الولاة لأنه استهزأ بأحد رعاياه، واقتص من وال آخر لأنه جلد أحد المواطنين بغير سبب وجيه، وعاقب محمد ابن عمرو بن العاص والي مصر لأنه اعتدى على قبطي بالضرب، وهم كذلك بمعاقبة والده لولا أن هذا القبطي صفح عن الوالد، حيث خاطب سيدنا عمر رضي الله عنه عمرو بن العاص وابنه بمقولته الخالدة المشهورة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. كذلك من حقوق الإنسان القضائية المحاكمة العادلة، فدعا الإسلام إلى العدل حتى مع المخالفين، وأرسى مبدأ المقاضاة العادلة، ومنها حق الفرد في اللجوء إلى القضاء لرفع أي ظلم يحس به، ومن حقه أن يسمع لأقواله، أقوال المدعي والمدعى عليه. كذلك قرر الإسلام براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ولا عقاب دون جريمة. كذلك الإسلام حرم التعذيب، وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وأنكر سيدنا عمر على أحد ولاته وقد حجز بعض الناس تحت الشمس بذريعة عدم دفعهم أو تأخرهم في دفع مستحقات
خزينة الدولة، وقال دعوهم لا تكلفوهم ما لا يطيقون. نقف يا كرام عند هذه الصفحة، وآخر دعوانا أن الحمد.